بس انا بكتبه على ما اعرف اعمل ديفايد. يبقى انا دلوقتي لاحظت في المساله ال 54 وال 16 ما لهمش كيلو جرام، في هنا اكس وفي هنا اكس، في هنا واي وهنا واي. فقمت عامل ايه؟ قلت اشوف ال 54 وال 16 دول ينفعوا ديفايدد كام؟ هلهم ينفعوا ديفايدد 2 هم في الكوكب. طب بالنسبه للاكسات دي اكس بار 4 ودي اكس، اخد هنا اكس، الواي دي واي بار 2 دي واي بار 5، اخد واي بار 2. المفروض ده بيتعمل ديفايدد المساله وده بيتعمل ديفايدد المساله، يعني المفروض ده كده اهو. ادي 2x y بار 2. انا عملت ده يا جماعه اديني 27 x بار 3 اللي بعمل ماينس البار، الوقت بتكنسل مع بعض. حلو، هنا ماينس 16 ديفايد بتاعت اديني 8. طب الاكس بتكنسل مع الاكس لما شكل بعض، والوقت هتدي y بار 3. هيرجع يشتغل في دي فاكتورايز، يشتغل في فاكتورايز ازاي اهو، هيسيب 2xy بار 2 دي هتبقى براكت صغير وبراكت كبير. معلش معقدة شوية بس يعني ايه تمشي يعني. طب هنا 27 هتبقى 3 تايم 3 تايم 3 3 واحدة، الاكسات هتاخد اكس واحدة. طب الايت عبارة عن 2 تايم 2 تايم 2 هتاخد واحدة، هاخد واي واحدة وادي الماينس. في البراكت الكبيرة انا هعمل ايه؟ هعمل 3x تايمز 3x فهتديني 9x بار 2. يعني اعمل 3 تايم 3 9 و x تايمز x x بار 2. طيب اعمل ال 2y تايمز نفسها، اعمل 2y تايمز 2y فهتديني 4y بار 2 بالبص طبعا. في النص اعمل ايه؟ هعمل 3x 2y تمام يا جماعه بوزيتيف، يبقى بوزيتيف 6x1. انا عامل 3 تايمز 2 ب 6 واكس تايمز واي ب اكس واي، يبقى كده انا خلصتها. طيب ده سوليوشن، يعني ده انا صار بس الحل ده. في ناس هيحلها كده اللي هو خد باله ان ال 2 نمبرز دول ينفعوا ديفايد ال 2. طيب في ناس بقى ما خدش باله ال 2 نمبرز دول ينفعوا ديفايد ال 2 فيعمل ايه؟ أو ده another solution أهو. هقول another solution للي ما خدش باله إن ال 24 وال 16 ينفعوا ديفايد 2. هيعمل إيه؟ سريعا. كده another solution وصح برضه. في واحد يلعب دماغه ليه؟ لا انا هاخد النمبر الصغير كومن. النمبر الصغير اللي هو مين؟ اللي هو 16 اللي هو شايفه قدامك. هاخدها كومن. طب تعالى على الاكسات كده. الاكسات برضه عادي دي اكس بار 4 دي اكس بار 1 ياخد اكس بار 1 كومن صغير. طب الواي دي واي بار 2 دي واي بار 5 ياخد واي بار 2 كومن يفتح براكت. المساله دي هتتعمل بفايدة ده اهو. والمسألة دي هتتعمل بالرأي ده. بص يا شباب، إيه اللي هيحصل؟ أنا نازل 16 اكس واي بار 2. لما أجي أعمل النمبر ده ديفايد ده بالكالكليتور، ما تترعبش من الأرقام الضخمة دي لأن كالكليتور. أعمل 64 ديفايد 16 بالكالكليتور. هتقوم الكالكليتور يا جماعة مطلع لي إيه؟ مطلع لي 27 أوفر 8. برضه ما فيهاش رعب لان انا لما اجي اعمل كيوبيك روت هعملها على الكالكوليتر برضه عادي. يبقى انا الاول هعمل 64 دي اوفر 16. لو ضربتها على الكالكوليتر الكالكوليتر هتقول لك 27 اوفر 8. ما تعملهاش انت ديسمال، سيبها كده فراكشن زي ما هي. طب تعالى على الاكسات بقى. الاكسات بنعمله ماينس يبقى اكس بار 3. الوايات بيتعملوا ماينس 2 ماينس 2 0 يعني دول يتكنسلوا مع بعض، طالما 0 يبقى يتكنسلوا مع بعض. خش على بعدين 16 ديفايد 16 على الكالكوليتر هتديني 1. ماشي
ملوش لازمه يعني. الاكسات دي 1 ودي 1 هتعمل ماينس، اديني 0 يبقى دي ضاعت. الاكسات هتبقى كل حاجه دي واي باور 5، دي واي باور 5 اديني واي باور 3. طب هبتدي اعمل بقى الفاكتورايز بتاعنا. بص بقى هنزل ده عادي زي ما هو. طب هاجي على النمبر ده الضخم ده هعمل له كيوب روت. لو انا عملت له كيوب روت يا جماعه هيديني 3 اوفر 2. لو انا بقى ما فيهاش مشكله لان انا هعمل له كيوب روت تحت ايه؟ اهو عادي جدا الاقيه مطلع لي 3 اوفر 2. طب الاكسات هتاخد اكس واحده، الوايات هتاخد واي واحده. البراكت الكبيره عامل ايه بقى؟ اهو المفروض اعمل دوت تايمز الاف، يعني 3 اوفر 2 x تايمز 3 اوفر 2 x. برضه على الكالكوليتر 3 اوفر 2 تايمز 3 اوفر 2 يديني 9 اوفر 4 x تايمز x x بار 2. اعمل اخير تايمز نفسه يعني اعمل y تايمز y هيديني y بار 2 في البوستر. اعمل في النص 3 اوفر 2 x تايمز y 3 اوفر 2 x تايمز y وده يديني ايه؟ يديني 3 اوفر 2 x y ونغير الساين بدل ما هي نيجاتيف هنخليها ايه يا جماعه؟ بوزيتيف. فده برضو الحل اللي عملها كده برضو صح. بس هو الحل طلع رخم ان في فراكشنز بس هو مظبوط برضو. تمام؟ ده بالنسبه للي خد باله من الاول ان 54 و16 ينفعوا ويد 2 فخد كومان هنا 2. اللي ما خدش باله ياخد الرقم الصغير ده يعمل له كومان وخلاص. وهتمشي تبقى صح برضو. بص يا جماعه نبتدي بقى ايه؟ انا هحل بس على الافكار بقى اللي هي غريبه شويه. يعني مثلا زي في الكومبليت يا جماعه في التشوز. في التشوز بيقول لي ايه؟ التشوز برضه يهمنا قوي في القصه دي. احنا برضه في البيت هناخد يا جماعه ممكن ناخد العمود الاولاني في كل حاجه برضه. العمود الاولاني في كوشن 1 وفي كوشن 2. لو جينا بصينا في التشوز بيقول لي ايه؟ x plus y equal 3 x power 2 minus x y plus y power 2 equal 5 then x power 3 plus y power 3 equal what. واضح جدا ان هو جايب لي ايه يا جماعه؟ هو جايب لي x plus y equal 3. دي معلومه كبيره. جايب لي x power 2 minus x y plus y بار 2 بيقول لي ايكوال 15 ما يسالش كلام كالكعب. طيب وبيقول لي x بار 3 بلس y بار 3 ايكوال وات. انا بدور على اللو فاكتورايز في الموضوع دي هي اللو فاكتورايز. اقوم واخدها كاتبها قدامي واحل ازاي؟ اقوم كاتب كده ان x بار 3 بلس y بار 3 دي عباره عن براكت صغير براكت كبير. البراكت الصغير بناخد اكس واحده بناخد واي واحده والبوست بتاع النص في البراكت الكبير. بعمل الاكس تايمز نفسها بعمل الواي تايمز نفسها بعمل اكس تايمز واي وعكس الساين. فلاحظ حاجه هو طالب مني دي طالب مني دي خليها زي ما هي ما تكتبش تحتها حاجه. تمام بس اكس بلس واي متهيألي بكام يا جماعه؟ ب 3. يعني انا ممكن اكتب بدل كلمه اكس بلس واي دي اكتب 3. طب والبراكت الضخم ده يعني بتاع الضخمه دي كاتب لي بدالها ايه؟ كاتب اهي كاتب لي بدالها ايكوال 5. يعني ممكن اكتب بدل دي كلها 5. طب ما انا بلاحظ حاجه 3 تايمز 5 بكام يا جماعه؟ مش ب 15؟ اكتب ال 15 تحت دي
لما البراكت ده ب 3 في البراكت ده ب 5 لو اتعملوا 5 في بعض هيدي 15. 15 دي هتبقى الانسر بتاعت مين؟ بتاعت الناحيه الثانيه. واحد يقول لك اكتب ال 15 من هنا، ما هو من هنا زي من هنا. انا يهمني ان الانسر بتاعت اكس بار 3 بلس واي بار 3 هي الانسر بتاع الاثنين دول. يبقى كده اكس بار. وفي ناس يلقطها من الاول يقول ان ده كان البراكت الصغير ده كان البراكت الكبير. المفروض اما اعملهم تايمز بعض على طول تايمز بعض يديني اكس بار 3 بلس واي بار 3، فمن غير ما احل يقوم قايل اه يبقى دي كانت عباره عن البراكت الصغير اللي هو جاي 3 تايمز البراكت الكبير اللي هو جاي 5. 3 تايمز 5 بكام يا جماعه؟ 15. وده طبعا من الاسئله المشهوره اللي بتيجي. طيب لو جينا مثلا نصينا على اللي بعدها، اللي بعدها جايه لي بس بالعكس. العكس ازاي؟ بيقول لي اكس بار 3 ماينس واي بار 3 ايكوال 14. اكس بار 2 ايكوال 5. ايكوال 7 قصدي. ويسالني بيقول لي بقى طب الاكس ماينس واي ايكوال كام؟ انا ملاحظ حاجه دلوقتي، انا ملاحظ حاجه ان مين اللي له فاكتورايز في الموضوع في المساله كلها؟ هو ده اللي له فاكتورايز. فاكتورايز يعني ينفع تبريكت. خلاص ناخده نعمله تبريكت. يبقى انا اللي بلاقي له فاكتورايز يا جماعه برضه اعمل له فاكتورايز. يبقى نفتح لها تو براكت اهو. اخد اكس واحده واي واحده بالماينس. هنا اكس تايمز اكس اكس بار 2 واي تايمز واي واي بار 2 البوستيف في النص اكس تايمز واي باكس واي وغير السالب. انا ملاحظ حاجه، هو اصلا بيديني اجابه دي اساسا. طب اكس ماينس واي مديني اجابتها؟ لا مش مديني اجابتها، خلاص نسيت البراكت بتاعها فاضي. طب البراكت ده كله بكام؟ ب7. احنا اتفقنا يا جماعه ان البراكتس دي في الماث معناها تايمز. يعني كانه عايز يقول لي ايه اللي تعمل تايم 7 يديك 14؟ اه ما هو بيسالني على اللي هنا. بيسالني على اكس ماينس واي. كانه بيقول لي ايه اللي عملناه؟ تايم 7 ادى 14. التو اكيد هنا كان في 2 عشان 2 تايم 7 هنا تدي 14. خلاص يبقى اكس ماينس واي دي كانت ايكوال 2. البراكت ده ايكوال 7 البراكت ده 2 هتلاقي الاجابه 14. هو طالب مني ده يبقى اكس ماينس واي دي كانت. ففي ناس بيقولوا ايه؟ لو هو طلب مني اللي فيها باور 3 يبقى انا هعمل تايمز. لو طلب مني اللي فيها باور 1 ده صغيره اهو يبقى انا كده هعمل ديفايد. فبيعمل ايه يا جماعه؟ بيعمل النمبر الكبير ده ديفايد الصغير وخلاص. بدل ما يحل بستبس كده يمسك ال 14 يعملها ديفايد 7. يبقى هو لو طالب منك علمها، لو طالب منك حتى كبير انت عايز تايمز حاجه كبيره. لو طالب منك صغير بتعمل ديفايد. بعمل على طول ال 14 ديفايد 7 هتلاقي الاجابه طلعت 2. يعني انا كنت ممكن احل مباشره ازاي اهو؟ أو كاتب ان هو بس 14 ديفايدد 7 على طول. كانت هتطلع الانسر بتاعه على طول. ماشي يا جماعه؟ شوف لو في فكرة تانية في ال هنقول الفكرة برضو اللي هي بتاعت ايه؟ في البيج اللي بعدها جايب لي كده بيقول لي بيقول لي يا شباب
بيقول لي واي باور 3 ماينس اي ايكوال، فكره برضه من الافكار الجميله، جايب لي كده واي باور 3 ماينس اي بيقول لي ايكوال، وجايب لي بقى الفكه الناحيه الثانيه، وهنا واي باور 2 وهنا بلس 2 واي بلس 4. طب ما هو باين جدا يا جماعه ان ايه، ركز بقى معايا، الواي دي جت منين؟ واي باور 3. طب ال 2 دي جت منين؟ كان في نمبر هنا انا عملت له كيوبيك روت اداني 2، اكيد كان ال 8، النمبر ده اكيد كان ايه؟ هنا ايه اللي عرفك ان هو كان 8؟ اكيد ده كان واي باور 3 زي ما هو، واكيد ده كان 8 عشان لما لقيت عملنا لك كيوبيك روت ادى 2. بس هو بيسالني ال 8 كام؟ خلاص اقول له يبقى ال 8 ايكوال 8 بس. ما هي باينه يعني انت اكيد كان في هنا 8 فانت عملت لك كيوبيك روت ادى 2، او سالت نفسك ال 8 كانت كام تايمز كام تايمز كام؟ قلنا 2 فعملنا هنا 2. بس هو بيسالك على الاي دي كام مكانها كام بالاخر؟ طالما بقول لك ايه ايكوال وات يعني الايه كام مكانها كام؟ طيب المساله اللي بعدها شكلها نفس القصه. يعني ناخد الفيوم الايهادي والكلام ده عشان بس ايه، هو جاب حاجات زي كده في الامتحانات، جابوا حاجات زي كده. المساله اللي بعدها برضو نفس الحوار، بس عامل لي ايه؟ يعني بدل ما قال لي اكس باور 3 قال لي اكس باور 3 ماينس 8، عامل لي هنا يا جماعه اكس بلس اي خد بالك، وهنا بقى جايب لك ايه؟ اكس باور 2 بلس 2 اكس بلس 4. طبعا باينه جدا اكيد ايه النمبر اللي انت عامل ايه، تبع قلت لك كيوبيك روت هتديك ايه؟ خد بالك بس وانا بلخبطك يا جماعه، ال 8 لو انا عملت لك كيوبيك روت هيبقى ايه؟ 2، بس المفروض في هنا نيجاتيف، هو حاطط لي بوست. طالما حاطط لك بوست كده يا جماعه بس من الاخر، كانك بتعمل الساينز دول تايمز بعض، كانك بتعمل الساينز دول تايمز بعض، يعني انا المفروض هنا كانت ال دي مكانها نيجاتيف 2 مش 2. ليه بقى؟ عشان يبقى بوست اوف تايمز نيجاتيف بنكتب، مش تبقى ظابطه معايا. يبقى كده الايه من الاخر، لو لقيته انت حاطط لك، عارف ان لو كان هو حاطط نيجاتيف كده كانت النيجاتيف زي النيجاتيف، كنت اقول الايه بتوع الايه بتوع خلاص. لكن طالما هو حاطط لي بوست كده يا جماعه، لعب بالساين كده وغيرها، لا يبقى الايه كانت بنيجاتيف 2. خد بالكم من الحاجات دي، يبقى لو لقيته عكس في الساين هنا انا هطلعها معكوس، هقول له الايه كانت بنيجاتيف 2. والله لقيت الساين شكلها بالظبط زي ما كان عامل هنا، بصوا النيجاتيف زي النيجاتيف بالظبط، فانا قلت خلاص الايه بقيت وخلاص. لكن انت مغير لي الساين اللي هنا عن اللي هنا، ده المفروض دي شكل دي، يبقى انا مش هقول الاجابه دي، هقول لا نيجاتيف. في واحده برضو هاخدها اللي هي ايه بتاعت كي دي، عشان بيحبوا يجيبوها في الامتحانات، اكس بار 3 بلس 27. طب ما دي يا جماعه بيبقى براكت صغير وبراكت كبير، ايه مشكلتي؟ انا اكس هو جايب لي طبعا الناحيه الثانيه، جايب لي كده، جايب لي اكس بلس 3 وجايب لي هنا اكس بار 2 وبيقول لي ماينس، لا عشان هذا بيقول لي بلس كي، ماشي بلس كي بلس 1. انا المسائل اللي زي دي انا هحل مسالتي عادي، احل مسالتي عادي وبعد كده اشوف ايه اللي بيحصل. هو المفروض الحل الطبيعي دي ايه؟ المفروض ان هي اكس بلس 3 البراكت الثاني المفروض فيه اكس بار 2 وبعدين اعمل 3 تايمز اكس واعكس الساين، وبعدين اعمل اخير تايمز مقصود 9. لو انت جيت تقارن يا جماعه مسالتك يعني حلك بالحل اللي الراجل جايبه، هتلاحظ حاجه، الاكس زي الاكس، 3 زي 3، الاكس بار 2 زي اكس بار 2، الكي او البوزيتيف كي زي النيجاتيف 3 اكس. وانا قلت طالما الساينز معكوسه يبقى ما تقوليش الكي ب 3 اكس ده، لا الكي بنيجاتيف 3 اكس. تمام؟ يعني لو لقيت الساينز معكوسه كده ما تقوليش الكي ب 3 اكس، قولي بنيجاتيف 3 اكس. لو انت قارنت الاكس زي الاكس، 3 زي 3،